اسود ومنين عليك يا عزة؟ هو انا ايهام ورايا؟ هعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ استنجد بمين؟ تاني ما عملتش حاجة في حد، ما عملتش حاجة في حد. المصيبة انني ما عملتش حاجة في حد. ماليش حد في الدنيا، ماليش حد، ليش غيرك يا رب، ليش غيرك يا رب، ليش غيرك. مش منبه عليك يا بني ادم انك تفضل صاحي؟ والله افتكرتها نامت يا باشا. وانت مالك بيها؟ والبوابه اللي بره دي مش قلت لك تتقفل بالمفتاح؟ كانت مقفوله والله، وقفلها بايده والمفتاح في جيبه اهو. امال ايه اللي فتحها؟ انت؟ معرفش والله يا باشا، انا قمت من النوم لقيتها مفتوحه، كمان باب الفيلا مفتوح. انت اصلا وجودك زي عدم، مكانتش اي لازمه. هي اللي عملت كده؟ هيكون من غيرها بس يا باشا. تلم حاجتك وما اشوفش وشك هنا تاني. محقولك والله يا باشا، انا ما جاش في بالي انها هتصحى قبل الفجر، وما كنتش اعرف انها هتستناني لما انام عشان تهرب هي والله. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. هي قالت لي انها عايزه تروح الدقي، وانا قلت لها والله مش هينفع، اصل الباشا مراقب البيت كله بالكاميرات. مسحت الأرض. نهار اسود يا نهار اسود. هي الدقي بعيد عن هنا؟ أصلي سايبة شنطة هدومي وغياراتي عند واحدة معرفة جنب لوكندا في الدق. يبقى الكلام صح وهي قاعدة هنا. اجهزوا يا رجاله. لو سمحت، في واحدة قاعدة عندكم في غرفة 308؟ حضرتك لقيت الكارت بس كان ضايع منها بس. لو سمحت ممكن تطلبها لي عشان كانت نسيت فلوس وحاجات في المكتب كده. تحت أمرك. قول لها مين يا فندم؟ أنا هقول لها. ألو. أنت ليه بتعملي فيا كده؟ أنا ما عملتش حاجة. المصيبة إنني ما عملتش حاجة. طب ليه هربت مني بعد ما لقيتك؟ ليه مش عايزاني زي ما أنا عايزك؟ منار مفيش حد يعرف يحميكي زيي. يا شيخ بلا وكسة، احمي نفسك الأول. الراجل اللي واقف تحت ده لو شافك هيقتلك معايا. وريني بقى هتتصرف إزاي يا عسلية. طول عمرك متهورة، كان فين عقلك؟ بقولك كنت شاربة ومتنيلة ومعرفش أنا بعمل إيه. يا ريتك ما قلتيلي يا شيخة، يا نهار أسود لو عرف. أنا خايفة يعرف. طمني يا حبيبتي هتقوله. أنا دلوقتي متأكدة إنها ولا مجنونة ولا حاجة، هي عاملة الفيلم ده كله عشان تهرب من الإعدام. شش. معلش يا عمر بيه، اتصلت عشان استأذن حضرتك قبل ما جيبت أختي، بس تليفون سيادتك كان مقفول. بجد؟ سبحان الله. مع إن تليفوني أنا وكان مفتوح وحسام كلمني وكان عادي. كلمك كان عايز إيه؟ كان في حاجة ولا؟ لقوا منار، عرفوا هي فين، وصلوا لأي حاجة؟ هو أنت مش قلت يا غريب في 60 داهية؟ اسألي عليها ليه؟
ما تخافيش، انا كلمت حد من السواقين بتوعي دقيقه وهيبقى مستنيين عند الباب الوراني. خلي جابر بقى يستنى مع نفسه للسنه الجايه. بالنسبه لغاده فحسابي معاها بعدين، انا مش هرحمها على عمليته ده. ترحمها ولا ما ترحمهاش؟ ده طلعت مجنونه بيك يا عم منار. انا ما فيش حد في قلبي غيرك. ده هيقول لي منار تاني. منار منار، بس نطلعوا من هنا. هتخفي هتخفي والله العظيم، وهتبقي كويسه وهترجعي احسن من الاول. بس انتي ازاي جالك قلب هتنزلي في اوتيل وعارفه ان البوليس بيدور عليك؟ كله بيمشي بالحب. كرمش 50 جنيه كده، محدش هيسالك اسمك ايه. قلت لهم نسيت البطاقه واسمي. عزه ومن اسكندريه. ما يلا يا عم يلا من هنا. لا دي ما تلزمكش.